يحيي المصريون يوم غد الذكرى العاشرة لاندلاع ثورة اللوتس أو الثورة البيضاء في 25 من يناير عام 2011، والتي عول عليها كثير من المصريين في نقل بلدهم إلى قائمة الدول التي يسودها مناخ الحرية والديمقراطية والعدالة. ثورة مصرية بيضاء خلعت الرئيس مبارك عن الحكم بعد 18 يوما من اندلاعها. هل حققت ثورة 25 من يناير أهدافها في ذكرها العاشرة؟ لم تكن ثورة يناير لحظة عابرة، المصريون عاشوا لحظات حرية في 25 من يناير، والآن عندما سلبت منهم هذه الحرية أصبحوا غير راضين. نعم، الثورة لم تحقق شعاراتها وأهدافها بشكل كامل، لكنها ما زالت مشتعلة في نفوس المصريين وضمائرهم. القاهرة تنتظر على جمر وشوق للحظة تاريخية تجعل من ثورة يناير منعطفا تاريخيا لن ينساه المصريون والعالم.